السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الثالثة والرابعة علشان دلوقتي هنستخدمهم كغلاف للعلبة. طبعا ده هيكون باستخدام مسدس الشمع. نبدأ دلوقتي نشيل الزيادات اللي في العلبة دي عشان تكون معانا الشكل المناسب. بعد كده هنبدأ دلوقتي نغلف العلبة بالكنز على حسب اللون اللي انت عايزه، سواء استخدمت الظهر او الوش، الاتنين ان شاء الله هيطلعوا نجومات. انا هستخدم ان شاء الله يعني حاجات دلوقتي. ركز في الفيديو عشان هتشوف انا ازاي هعمل. هسيبكم مع الفيديو عشان تشوفوا ازاي بغلف علبة الموبايل بعلب الكنز، وارجع لكم كمان شوية. اي حد عنده اي استفسار عن اي حاجة مش فاهمها، انا مستني تعليقاتكم في الفيديو، وان شاء الله هرد عليها تعليق تعليق، واقول لكم عن اي حاجة عايزين تعرفوها. اعشي على الارض علشان ما يضرناش.
ودلوقتي هنجرب نشغل البوتاجاز اللي احنا عملناه، وكمان هنجرب نعمل عليه قهوة ونشوف هتبقى عاملة ازاي. لاحظوا حضراتكم معايا دلوقتي القهوة وهي بتغلي على النار، البوتاجاز اللي احنا عملناه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه وبوش كمان. اشوفكم في حلقة جديدة واختراع جديد، يا رب يكون الاختراع ده عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة.